السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما خلصنا خلاص منهج الإدارة الدولية، هنتكلم النهاردة بقى عن مراجعة سريعة كده على العناصر بتاعة المنهج بتاعنا، والمنهج بيتكلم عن إيه. فسريعا كده هنعدي على كل سيكشن إحنا قلناه، هنشرح يعني تاني بشكل بقى إيه مختصر شوية، يبقى مش مفهوش إيه تفصيل كتير زي السكاشن ما إحنا إيه صورناه. طيب عايزين بس بالاول كده، الماده بتاعتنا نظامها ان مفيش كتاب، مفيش فصول معينه احنا ملتزمين بيها، فاحنا بنلتزم بالمحاضره بتاعه الدكتور. هو كان الدكتور قال انتوا التزموا فقط بالمحاضره، او انتوا انا مسؤول عن المحاضره فقط اللي بديها لكم، هي الامتحان من المحاضرات. فلو انت ما حضرتش المحاضرات وما حضرتش السكاشن في الكليه، تقدر زي بالظبط ما كان الدكتور بيقول المحاضره، انا كنت بقول المحاضره في السكشن، لو في جزء بسيط بزوده يبقى خلاص، يبقى 99% من المحاضره بتاعه الدكتور اللي موجوده في المحاضره هتلاقوها. لو انت حضرت السكاشن هتلاقي نفسك واخد تقريبا نفس المحاضره. لو انت برضو اتفرجت على السكشن الالكتروني، طبعا السكاشن موجوده عندكم دلوقتي، هم 7 سكاشن، السبعه دول واخدين المنهج كله. فانا اضمن لك لو انت اتفرجت على ال7 سكاشن دول، كل سكشن تقريبا مدته ما بيعديش ساعه. لو انت اتفرجت على ال7 سكاشن معاك اهو 7 ساعات، وانت بتتفرج كده على السكشن اسمع كويس الكلام اللي بيتقال، ركز فيه، افهمه كويس، وسجل نوتس كده بسيطه سجلها انت، اضمن لك كده 80% من الامتحان او 75% من الامتحان. طيب الباقي بقى، الباقي المفروض لو انت بقى من الناس اللي عايزه تجيب امتياز وعايزه اقفل الماده، وده شيء سهل جدا في الاداره الدوليه السنه دي انك تحققه، فتشوف بقى المحاضرات بتاعت زمايلك اللي صوروا، تذاكر بشكل اكثر يتعمق شويه، بس برضو في حدود المحاضره اللي انت سمعتها والسكشن اللي انت سامعه، ركز فيه كويس جدا جدا جدا، خلاص ان شاء الله الماده يعني هتكون بسيطه جدا وسهله جدا بالنسبه لك. طيب فهنبدا مع بعض كده. المنهج بتاعنا زي ما ممكن نتصوره كده انه بينقسم لجزئين. الجزء الاول بيعرف لي الفرق بين الاداره في المنظمات المحليه والمنظمات الدوليه، ايه الفرق بين الاداره في المنظمتين. طيب بيعرفني ايه هي التطورات اللي حصلت اللي اثرت على الاقتصاد العالمي وبالتالي هتاثر على الاداره الدوليه. بيعرفني ايه الفرق بين تدويل النشاط وعولمه النشاط، يعني ايه الفرق، ايه التدويل وايه العولمه. برضو بنعرف معنى الشركات متعدده الجنسيه، يعني ايه شركه متعدده الجنسيه. طيب ايه المزايا بتاعتها وايه العيوب بتاعتها. خلاص كده اتكلمنا عن الشركات متعدده الجنسيه. برضو بيناقش معايا الاسلوب اللي بستخدمه في الاداره او اليات اداره الشركات متعدده الجنسيه. لما اجي ادير الشركه دي هل اعتمد على مركزيه الاداره ولا مركزيه الاداره، هناخد معنى كل واحده ايه، وامتى استخدم المركزيه او اللا مركزيه، اختار بينهم ازاي. طيب هنتكلم في الموضوع ده. طيب بعد كده نبدا الدراسات اللي بتسبق عمليه اتخاذ قرار دخول السوق. انا عايز ادخل السوق الدولي، يبقى قبل ما تدخل السوق ده لازم تقوم ببعض الدراسات، هنتعرف على الدراسات دي. بعد كده هندرس بقى قرارات التسويق الدولي. انا دخلت دلوقتي السوق خلاص وهبدا اشتغل، فبعمل اول حاجه هي قرارات التسويق الدولي. قرارات التسويق الدولي دي بقى ده الجزء الثاني اللي بعتبره انا، يعني ده الجزء الثاني بتاع المنهج. الجزء الاولاني ده كله كان حماده، والحماده بقى الثاني اللي هو قرارات التسويق الدولي. فبنبدا احنا عارفين ان التسويق بتاعنا عباره عن 4 عناصر، عناصر التسويق اللي هو عناصر المزيج التسويقي او الماركتنج ميكس. طيب ايه هم اللي هم المنتج والتسعير والتوزيع والترويج، ال4 عناصر دول. فهناخد قرارات المنتج وهناخد قرارات التسعير وقرارات التوزيع وقرارات الترويج. طيب نبدا كده بس في بدايه المنهج قلنا نعرف الفرق بقى بين اداره الشركات او الاداره في الشركات محليه النشاط والشركات دوليه النشاط.
هل الاثنين زي بعض؟ قال لي لا، لما ادير شركه محليه النشاط يبقى انا بشتغل هنا في مصر، انا بخضع للقوانين في محلي، يبقى الشركه بتاعتي هتشتغل هنا في مصر في السوق المصري، فبخضع للقوانين المصريه، بخضع للعادات والتقاليد بتوع المستهلكين المصريين، بتعامل مع جمارك اللي الدوله بتحددها، بنسب الائتمان والاقتراض اللي الدوله بتحددها. طيب لو انا بقى هشتغل في السوق الدولي وهبدا اصدر المنتج بتاعي لبره، كل بقى الحاجات دي كلها هتختلف. انا هلاقي نفسي لو صدرت لبره او المنظمه بتاعتي كانت دوليه النشاط، هنا هتعامل مع مستهلكين او مع اجانب عندهم عادات وتقاليد مختلفه لازم ادرسها، هتعامل مع اسعار صرف مختلفه. انا لو موجود هنا في السوق المحلي فانا مش ماليش ما يعني مش مربوط قوي باسعار الصرف، لكن لو هشتغل بقى في السوق الدولي لا، ده انا لازم اسعار الصرف هتاثر عليا، فلازم ادرس اشوف اسعار الصرف عامله ازاي. طيب نسب الائتمان، الاقي نفسي كل دوله بتحدد نسب للائتمان على القروض والكلام ده. طيب الاتفاقيات الدوليه، انا دلوقتي هصدر لدوله، الدوله دي عامله اتفاقيه مع الدوله بتاعتي او عامله اتفاقيه مثلا تجاره مشتركه مع دوله تانية، الاتفاقيات الدوليه هتاثر عليا. محليا الحاجات دي مش هتقابلني، لكن دوليا هلاقي ان سعر الصرف، نسبة الائتمان، الضرائب أو قوانين الضرائب أو معدلات الضرائب والفوائد، الجمارك، العادات والتقاليد، الاتفاقيات الدولية، قوانين الاستثمار، كل دي حاجات هتأثر عليا لو أنا شغال في السوق الدولي. يبقى ده الفرق بين الإدارة في الشركات محلية النشاط والإدارة في الشركات دولية النشاط. تاني نقطة نتكلم فيها الفرق بين التدويل أو تدويل النشاط وعولمة النشاط. يعني بطريقة سهلة جدا، تدويل النشاط اللي هو بنسميه الاستيراد والتصدير، ده كده ده تدويل النشاط. طب عولمة النشاط بنسميه الاستثمار الأجنبي. تدويل النشاط زي ايه؟ هنلاحظ في تدويل النشاط ان انا لو بنتج منتج محليا يبقى انا عندي عملية الانتاج وعملية الاستهلاك. طيب في تدويل النشاط او في الاستيراد والتصدير، عملية الانتاج بتتم في دولة معينة وبعد كده بنودي المنتج ده لدولة تانية، الدولة التانية دي بيتم فيها عملية الاستهلاك. يبقى في تدويل النشاط اللي هو الاستيراد والتصدير، عملية الإنتاج بتكون في دولة وعملية استهلاك المنتج بتكون في دولة تانية. طيب عولمة النشاط غير التدويل، عولمة النشاط بقى هنا استثمار أجنبي، أنا باخد فلوسي بدل ما أنا بنتج المنتج وبعد كده بوديه يستهلك بره في التدويل، لا باجي في العولمة باخد فلوسي نفسها ووديها بره، ابني المشروع بتاعي او المصنع بتاعي بره وانتج المنتج بتاعي بره وعمليه الاستهلاك برضو تتم بره. يبقى الفرق بين تدويل النشاط وعولمه النشاط ان تدويل النشاط عمليه الانتاج بتتم في دوله والاستهلاك بيتم في دوله تانية. طب عولمه النشاط انا بنقل فلوسي، فعمليه الانتاج بتتم في دوله في الدوله التانية دي وبرضو الاستهلاك بيتم في الدوله الاجنبيه. خلاص يبقى هنا الانتاج في الدولة المحلية والاستهلاك في الدولة الأجنبية، هنا الانتاج والاستهلاك في الدولة الأجنبية. يبقى ده الفرق بين تدويل النشاط وعولمة النشاط. طيب بعد كده هنتكلم عن المتغيرات اللي أثرت على الاقتصاد العالمي وبالتالي أثرت على الإدارة الدولية. يبقى المتغيرات التي أثرت على الاقتصاد العالمي والإدارة الدولية. طبعا ده سؤال جه في امتحان الميدترم، كان امتحان مقالي. طبعا المتغيرات اللي بتأثر بقى اللي أثرت في الاقتصاد العالمي وأثرت في الإدارة الدولية هم خمس متغيرات. أول متغير منهم مش هنكتبهم بقى، نكتب كده بس حاجة تفكرنا بيه. أول حاجة تعدد أو ظهور وتعدد القوى الاقتصادية. هنلاقي ان بدل ما كان عندي مثلا في قوة واحدة هي اللي بتحكم في العالم، مثلا زمان كانت امريكا وروسيا،
دلوقتي لا ده في امريكا وفي الدول الاوروبيه وبعد كده دول شرق اسيا الصين وروسيا، يبقى بقى في قوه كبيره كترت، القوى الاقتصاديه تعددت وبتظهر قوه اقتصاديه جديده كل فتره. مثلا دلوقتي هنلاقي ماليزيا بدات تتطور وبدات تبقى ايه قوه اقتصاديه، تركيا بدات تبقى قوه اقتصاديه، الهند بدات تبقى قوتها اقتصاديه او متطوره في مجال التكنولوجيا. طيب يبقى أول نقطة في المتغيرات هي ظهور وتعدد القوى الاقتصادية. تاني نقطة هي نمو صناعة وتجارة الخدمات. يبقى اتنين، نمو صناعة وتجارة الخدمات. زمان كانت التجارة بتتم في السلع بس، دلوقتي أصبح في حاجة اسمها صناعة الخدمات، مش صناعة السلع، ده بقى في خدمة كمان أقدر أصدرها لبره وأقدر إيه أتاجر في الخدمات. طب زي إيه الخدمات اللي هنتاجر فيها؟ زي الخدمات البنكية، زي الخدمات مثلا الصحية والعلاجية. هنلاقي دولة مثلا متقدمة جدا. طيب تاني نقطة هي نمو صناعة وتجارة الخدمات. قلنا زي ايه، بدل ما كان زمان التجارة كانت بتتم في السلع بس، دلوقتي بقينا كمان نصنع حاجة اسمها صناعة الخدمات والتجارة في الخدمات، زي تجارة الخدمات البنكية والخدمات العلاجية. فلو عندي دولة متقدمة في الخدمات البنكية او معدلات الفايدة فيها على القروض مثلا بتبقى منخفضة، هنلاقي ان الدول والشركات بتروح تقترض من الدولة دي اكتر. ليه؟ نسب الفايدة فيها منخفضة، فبتقدم خدمات بنكية كويسة، فمعنى كده ان الدولة دي بتصدر الخدمات للشركات متعددة الجنسية. طيب الخدمة العلاجية، لو في شركة مستشفى مثلا او دولة متقدمة جدا في مجال الطب مثلا زي انجلترا، فبنلاقي الناس بتروح الدولة دي تتعالج وبتدفع عملة صعبة علشان تتعالج في الدولة دي، يبقى دي بتقدم لي خدمة علاجية وبتتاجر في الخدمة دي. جميل، يبقى دي تاني عنصر أثر على الاقتصاد العالمي. بعد كده سطوة الشركات متعددة الجنسية على حجم الاستثمار الأجنبي. ايه هي الشركات متعددة الجنسية دي؟ قال لي بقى بدأت في حاجة اسمها شركات متعددة الجنسية تظهر بشكل كبير جدا. هي ايه الشركة متعددة الجنسية دي؟ شركة متعددة الجنسية زي ما هناخد قدام برضو، هنقولها دلوقتي ونقولها قدام. شركة متعددة الجنسية هي الشركة اللي بيمتلكها أشخاص من جنسيات مختلفة، واحد مصري وواحد هندي وواحد عراقي وواحد صيني، الأربعة دول أو الخمسة دول اتفقوا إنهم يعملوا شركة، يبقى الملاك بيكونوا من جنسيات مختلفة. عملية الإدارة أو اللي بيدير الشركة دي أشخاص برضو ليهم جنسيات مختلفة. الشركة نفسها عندها فروع في دول كتير من دول العالم، يبقى الإدارة من جنسيات مختلفة، الملكية ملكية الشركة من جنسيات مختلفة، الفروع بتاعت الشركة في دول مختلفة، إلا إن الرسم السياسة بتاعت الشركة دي أو اللي بيحط الخطة الاستراتيجية بقى بتاعت الشركة هو الفرع الرئيسي بتاعها اللي موجود في الدولة اللي بنسميها الدولة الأم. في دولة كده مثلا الفرع الرئيسي بتاعي موجود في أمريكا، بس أنا عندي نشاطي موجود في كل دول العالم، يبقى ده الفرع الرئيسي اللي في أمريكا بنسميه الشركة الأم، هي اللي بترسم السياسة بتاعة باقي الفروع أو بتحط لهم الاستراتيجية بتاعتهم. جميل، طيب النقطة الرابعة في المتغيرات اللي بتأثر على الاقتصاد اللي هي أربعة، الاتجاه بشكل متزايد نحو عولمة النشاط وانخفاض الاهتمام بتدويل النشاط. زي ما احنا لسه واخدين الفرق بين تدويل النشاط وعولمة النشاط، لقينا ان الشركات دلوقتي او المستثمرين دلوقتي بيتجهوا اكتر نحو عولمة النشاط، انقل فلوسي للدولة الاجنبية واصنع المنتج هناك واستهلك المنتج هناك في الدولة دي. طيب عايز افتح فرع تاني في دولة تانية، انقل فلوسي للدولة التانية وافتح فرع فيها وانتج هناك والاستهلاك يتم هناك وممكن برضو اصدر من هناك، يبقى ده تدويل وعولمة كمان. بس الاتجاه الاكثر دلوقتي نحو الناس اللي عايز يستثمر فلوسها بدأوا يستثمروا فلوسهم في الشركات اللي هي متعددة الجنسية اللي هي عولمة النشاط او الاستثمار الاجنبي. طيب اخر نقطة من المتغيرات اللي اثرت على الاقتصاد العالمي واللي هي تغير التصنيفات الدولية.
احنا كنا مقسمين دول العالم لثلاث دول، دول نامية ودول آخذة في النمو ودول متقدمة. هنلاقي الدول دلوقتي بدأت تتنقل من مكان لمكان تاني، مثلا دولة كانت نامية زي مثلا الهند اتنقلت من التصنيف بتاع كدولة نامية واتنقلت للتصنيف اللي بعديه بقت دولة آخذة في النمو. دولة تانية مثلا زي الصين وكده، دي كانت دولة آخذة في النمو اتنقلت بقت دولة متقدمة، وهكذا. تغير التصنيفات بتاعة الدول ده بيأثر على الاقتصاد العالمي وبيأثر بالتالي على الإدارة الدولية. يبقى دي المتغيرات اللي أثرت على الاقتصاد العالمي وأثرت على الإدارة الدولية. بعد كده نيجي لمفهوم جديد اللي هو بقى الشركات متعددة الجنسية. يعني ايه شركات متعددة الجنسية؟ وقلنا هي يعني ايه، وهناخد بقى مزاياها وعيوبها. طيب نشوف الاول كده اهو، الشركات متعددة الجنسية. ايه هي الشركة متعددة الجنسية؟ قلنا الشركة متعددة الجنسية هي الشركة اللي بيمتلكها اشخاص من جنسيات مختلفة وبيديرها اشخاص ليهم جنسيات مختلفة، وبيبقى ليها فروع في دول كتير من دول العالم او في دول برضو مختلفة. طيب الا ان رسم السياسة بتاعة الشركة والاستراتيجية العامة بتاعة الشركة بيتم في المركز الرئيسي بتاعها اللي بيبقى موجود في الدولة الام. طيب يبقى ده تعريف الشركة متعددة الجنسية. طب الشركة المتعددة الجنسية قبل التسعينات، هنلاحظ ان عندنا احنا في مصر كنا بنبص في الفترة اللي هي قبل التسعينات بنبص للشركة متعددة الجنسية دي على انها استعمار. ليه؟ لان فترة قبل التسعينات دي كانت فترة حروب، فيها حروب كتير، وكانت الدولة بتاعتنا النظام بتاعنا كان اشتراكي. اشتراكي ده اللي هو الدولة هي اللي بتصنع كل حاجة من الإبرة للصاروخية، اللي بتصنع كل احتياجات المواطنين بس. فالدولة هنا كانت هي اللي بتتحكم في الانتاج. لما تيجي شركة بقى عايزة تخش عندي بفلوسها وهي تنتج المنتجات دي، يبقى الشركة دي ناوية تستعمرني. يبقى دي كانت النظرة بتاعتنا للشركات متعددة الجنسية قبل التسعينات. طيب نيجي بقى للفترة بعد التسعينات، هنلاحظ ان حصل تطور في التكنولوجيا، في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبقيت اقدر اتواصل مع الناس اللي موجودين بره، اعرف ايه هي مستوى التقدم اللي هم وصلوا ليه، مستوى التعدد في المنتجات. لو نلاحظ زمان كده ايام ايه جدي وجدك، كانت لو بصيت على التلاجة هتلاقي كل الناس عندها نفس التلاجة، التلاجات القديمة، هي نوع او اتنين بالكتير من انواع التلاجات. ليه؟ لان هي الدولة كانت بتنتج نوع واحد، هي اللي بتقدم كل احتياجات المواطن. فالتلاجة نفس الشكل، الغسالة نفس الشكل، التلفزيون هو هو التلفزيون، يبقى مفيش بقى اشكال وشركات وانواع والكلام ده. طيب لما جينا بقى الفترة بعد التسعينات، لما حصل تطور في وسائل الاتصال وبدأنا نتواصل مع العالم الخارجي ونعرف التقدم اللي هم وصلوا ليه، بدأت احتياجاتنا احنا تزيد. لا انا عايز التلاجة نفس التلاجة اللي بره، عايز غسالة نفس الغسالة اللي بره، عربية عايز عربية نفس مستوى العربيات اللي بره. فبالتالي احتياجاتنا احنا اتغيرت، وبدل ما الدولة كانت هي اللي مسؤولة عن انتاج كل الاحتياجات او توفير كل احتياجات المواطنين، بقى صعب عليها انها توفر كل الاحتياجات دي، فبدأت الدولة تسحب ايديها من الانتاج وتفتح الباب للشركات متعددة الجنسية انها تخش عندنا وتدينا المنتجات بتاعتها او تصنع المنتجات بتاعتها عندنا. فبدأ الفترة بعد التسعينات بقى فتحنا الباب لدخول الشركات متعددة الجنسية. يبقى الفترة قبل التسعينات كنا بنبص للشركات متعددة الجنسية على انها استعمار. طيب الفترة بعد التسعينات بنبص على الشركات متعددة الجنسية على انها استثمار. يبقى ده الفرق بين قبل التسعينات وبعد التسعينات. جميل. طيب مزايا بقى الشركات متعددة الجنسية، مزايا الشركات متعددة الجنسية. اول ميزة من مزايا الشركات متعددة الجنسية هي نقل التكنولوجيا وظهور التكنولوجيا الموازية. يعني ايه تكنولوجيا موازية؟ دلوقتي في شركة متعددة جنسية موجودة في امريكا، الشركة دي هتيجي تفتح فرع في مصر، فبتنقل مستوى التكنولوجيا بتاعها، خط الانتاج بتاعها اللي موجود في امريكا هتعمل خط انتاج زيه بالظبط وتنقله في مصر.
فبنفس خط الانتاج ده بنسميها تكنولوجيا موازيه، نفس مستوى التكنولوجيا بنسميه تكنولوجيا موازيه. فاول ميزه احنا هنستفادها ان التكنولوجيا هتتنقل لحد عندنا، وهيبقى عندنا تكنولوجيا نفس مستوى التكنولوجيا اللي بره. طيب تاني حاجه، توفير فرص عمل والقضاء على البطاله. انا دلوقتي الشركات دي لما تيجي عندي ما تحتاج عمال يشيلوا وعمال انتاج وكذا، طيب العمال دول يبقى وفرنا فرص عمل هناخدهم من المجتمع المصري مثلا او المواطنين اللي موجودين عندنا، طيب يبقى وفرنا فرص عمل فنقضي على البطاله. ثالث حاجه، تحسين جوده المنتجات وكميه الانتاج، مما يؤدي الى زياده القدره على المنافسة والتصدير. طيب الشركات اللي بره دي مستوى تكنولوجيا عالي، هتيجي تصنع عندي فهنقدر نصنع بجودة عالية، وكمان هنقدر نصنع بكمية كبيرة. طيب صنعنا بجودة عالية وكمية كبيرة واستهلكنا استهلاكنا عندنا، طيب الباقي بقى نقدر نصدره لبره. ليه؟ لأن جودة المنتجات كويسة فهنقدر نصدر لبره، لأن احنا أنتجنا كمية كبيرة. طيب لما نصدر لبره يبقى هتتحقق لنا الميزة الرابعة اللي هي زيادة الصادرات على حساب الواردات، مما يؤدي إلى تخفيض العجز في الميزان التجاري. إيه الميزان التجاري؟ الميزان التجاري ده هو نسبة الصادرات إلى الواردات. طيب لو أنا الواردات بتاعتي أو الاستيراد بتاعي كتير، طيب بس جبت الشركات المتعددة الجنسية فأنتجت كمية كبيرة وبقيت قادر على المنافسة فزودت الصادرات بتاعتي، فهخفض العجز اللي موجود في الميزان التجاري. جميل. طيب نيجي للنقطة الخامسة والأخيرة في مزايا شركات متعددة الجنسية، وهو زيادة القيمة المضافة على مستوى الدولة ككل. يعني ايه القيمة المضافة؟ لو بصينا كده، انا عندي نوعين من المنتجات بصنع مثلا، بلاش بصنع، انا دلوقتي عندي رز معايا 1000 جنيه استثمارات، 1000 جنيه، طب ال 1000 جنيه دول هزرع بيهم رز، وممكن نفس ال 1000 جنيه دول اشوف التكلفة الفعلية للموبايل، مثلا الموبايل بيكلفني كام؟ الشركة اللي بتصنع الموبايل اللي موجودة في الصين، الموبايل ده بيكلفها كام؟ تكلفته بسيطة جدا. يعني تكلفة البوردة اللي بتتعمل دي عبارة عن البوردة دي بتتصنع من نوع معين من أنواع الرملة والكربون. طيب الشاشة عبارة عن إزاز، يبقى الماتيريالز بس بتاعة الموبايل نفسه بتبقى تكلفتها منخفضة. فلو برضو الموبايل تكلفته 1000 جنيه، يبقى كده هزع الرز ب 1000 جنيه أو أنتج موبايل ب 1000 جنيه. طيب لما أجي أبيع الرز اللي أنا دفعت فيه 1000 جنيه ده ممكن اكسب فيه قد ايه؟ او ابيعه بكام؟ ممكن ابيع الرز ده مثلا ب 2000 جنيه يبقى كسبت فيه 1000 جنيه. طيب لما ابيع الموبايل بقى اللي كلفني 1000 جنيه، هي الموبايلات بكام؟ هنلاقي اسعار الموبايلات دي غاليه، هبيع الموبايل مثلا ب 5000 جنيه يبقى هحقق ربح 4000 جنيه، يبقى انهي فيهم القيمه المضافه بتاعته زود لي فلوس كتير؟ يبقى الصناعات الحديثه زي الموبايلات هي دي القيمة المضافة بتاعتها أعلى، لأنها بتعتمد على المعرفة ومستوى التكنولوجيا. إيه اللي بيخلي الموبايل تكلفته 1000 جنيه بس بنبيعه ب 5000؟ التكنولوجيا، النو هاو، المعرفة الفنية. هو صحيح بيكلفك 1000، لكن لو اديتك 1000 جنيه مش هتعرف تنتج لي موبايل، غير لو أنت متعلم كويس أو فاهم كويس تعمل السوفت وير. كل دي حاجات هنا جوه الدماغ، دي مش تكاليف، مش حاجات مادية، فده بيزود القيمة المضافة. يبقى اعتمادي على الشركات متعددة الجنسية، الشركات اللي بره هتيجي تصنع عندي بنفس مستوى التكنولوجيا بتاعها، فهنزود القيمة المضافة بتاعتنا. جميل. يبقى دي الشركات أو المزايا بتاعة الشركات متعددة الجنسية. نيجي بقى لعيوب الشركات متعددة الجنسية، هما نوعين من العيوب. وهنلاحظ ان دايما ان في الشركات متعددة الجنسية المزايا بتطغى على العيوب، المزايا أهم من العيوب. طيب وان نقل التكنولوجيا وظهور التكنولوجيا الموازيه ده اهم مزايا الشركات متعدده الجنسيه. طب نيجي للعيوب. قال لي اول حاجه، نمط التمويل الذي تتبعه الشركات متعدده الجنسيه.
ايه نمط التمويل ده؟ هلاقي شركه متعدده الجنسيه او اغلب الشركات متعدده الجنسيه لما تيجي تفتح في دوله معينه، انا بروح الدوله دي مثلا كشركه سيارات، فبنزل الدوله دي بقول لها والله انا هعمل مصنع للسيارات في الدوله عندك، المصنع ده تكلفته مثلا 10 مليون دولار. طيب ال 10 مليون دولار دول انا هتحمل منهم 3 فقط، هدفع 3 مليون راس مال. طيب والسبعه الباقيين هاخدهم قرض من الدوله عندك، من البنوك اللي موجوده في الدوله عندك. طيب يبقى هاخد قرض 7 مليون دولار من البنوك اللي موجوده عندنا في الدوله. طب لو المشروع ده فشل، خلاص ال 7 مليون دولار دول الشركه مش هتقدر تسددهم وهتبقى فلست، وبالتالي هخسر انا، او ايه اللي هيتضر هنا؟ الاقتصاد بتاع الدوله بتاعتي هو اللي هيتضر. ليه؟ لان نمط التمويل اللي بتتبعه الشركات متعدده الجنسيه نمط تمويل ايه؟ فيه ظلم او ما فيهوش عداله. طيب يبقى اول حاجه من عيوب شركات متعدده الجنسيه هو نمط التمويل. تاني عيب مستوى التكنولوجيا الذي يتم تصديره، أو خلينا نقول مش مستوى التكنولوجيا على طول، الذي يتم تصديرها تكون تكنولوجيا تابعة. يعني إيه تكنولوجيا تابعة؟ تكنولوجيا تابعة يعني هو دلوقتي هيديني مستوى عالي وهيجيب لي خط الإنتاج بمستوى تكنولوجيا عالي جدا، نفس مستوى التكنولوجيا اللي عنده، فده سميناه تكنولوجيا إيه؟ سميناها كده تكنولوجيا موازية، لأنها نفس مستوى التكنولوجيا. طيب هو صحيح هيديني تكنولوجيا نفس المستوى، بس لما يجي يركب خط الانتاج عندي هنا ويصلحه مثلا عمليات الصيانه بتاعته وعمليات التركيب والكلام ده، المهندسين مش هيستخدم مهندسين من عندي، هيستخدم مهندسين من عنده هو. ليه؟ علشان ما اعرفش، عشان المهندسين اللي عندي ما يعرفوش ازاي يصنعوا خط انتاج زيه، فهو بس بيحبس المعرفه بحيث انها تبقى عنده هو فقط، لكن هيستفيد من العماله بس اللي عندي اللي هتشتغل على خط الانتاج ده. طيب تركيب خط الانتاج او نعرف بيشتغل ازاي، ده المهندسين بره هم اللي هو اللي بيجيبهم من عنده. يبقى التكنولوجيا بتكون تابعه، ما اقدرش اعتمد على نفسي واعمل تكنولوجيا زيها، بيجي مع التكنولوجيا او مستوى التكنولوجيا اللي هو بيجيبه لي المهندسين بتاعته هم اللي بيركبوه. يبقى نمط التكنولوجيا الذي يتم تصديرها يكون او تكون تكنولوجيا تابعه. يبقى نفرق هنا بين مصطلحين، التكنولوجيا التابعه والتكنولوجيا الموازيه. خلاص يبقى كده اتكلمنا عن شركات متعدده الجنسيه ومزاياها وعيوب الشركات متعدده الجنسيه. بعد كده نيجي للعنوان اللي بعديه او النقطه اللي بعدها نتكلم فيها، اللي هي آليات إدارة الشركات متعددة الجنسية. يعني آليات إدارة يعني إزاي ندير الشركة متعددة الجنسية. يبقى النقطة اللي بعدها كده، آليات إدارة الشركات متعددة الجنسية، يعني الطريقة اللي هدير بيها الشركات متعددة الجنسية. وهلاحظ ان الطريقة اللي بندير بيها الشركات متعددة الجنسية اما اعتمد على مركزية الإدارة او لا مركزية الإدارة. طيب الاول الشركة متعددة الجنسية اتفقنا انها شركة موجودة، فرع موجود في الدولة الام وفي فروع كتيرة في دول العالم، يبقى فروع تانية في كل دولة فيها فرع من الشركة بتاعتها، بس ده الفرع اللي موجود في الدولة الأم. طيب طيب يبقى الشركة متعددة الجنسية بيبقى ليها فروع كتير، ازاي نقدر ندير الفروع دي كلها؟ قال لي ممكن تتبع طريقتين، مركزية الإدارة أو لا مركزية الإدارة. مركزية الإدارة طيب يعني إيه؟ يعني الفرع اللي موجود في الدولة الأم ده الفرع الرئيسي، هيتحكم في كل القرارات بتاعة باقي الفروع، كل القرارات بتاعة الفروع أنا اللي حدد له القرارات، أنا اللي حدد له يعمل إيه وما يعملش إيه، أنا اللي وفر له مستلزمات الإنتاج، وأنا اللي أدفع له الضرايب، وأنا اللي أخد الأرباح أول ما يحقق أرباح أو مبيعات. يبقى كل القرارات بتاعة الفروع اللي موجودة في الدول العالم اللي بياخد القرارات دي المركز الرئيسي، يبقى هو بياخد كل انواع القرارات. طيب ده كده في مركزيه الاداره، يعني الاداره في المركز الرئيسي بتاع الايه الشركه. طيب لا مركزيه الاداره
يعني انا دلوقتي كمركز رئيسي عندي فروع كتير في كل دول العالم، مش هتحكم في كل قرارات الفروع دي، انا هاجي بس في اول السنه اديله الموازنه الفلوس اللي يقدر هو يشتغل بيها، وفي اخر السنه اراقب على النتائج الماليه او اخد النتائج الماليه اللي هو حققها. طيب طول السنه القرارات اللي الفرع ده هياخدها دي تعتمد على الفرع وتعتمد على هو ظروفه في الدوله اللي هو موجود فيها، احنا قلنا كل فرع موجود في دوله مختلفه. طيب يبقى القرارات في لا مركزيه الاداره، القرارات اللي هياخدها الفرع ده هو بيتخذها مدير الفرع نفسه، مش المدير اللي موجود في المركز الرئيسي، ولكن بيجي لنا بس في اول السنه يدي لي الموازنه، وفي اخر السنه ياخد مني نتائج اللي انا حققتها. طب باقي القرارات انا اللي باخدها. يبقى في فرق بين مركزية الإدارة، هنا المركز الرئيسي هو اللي بيتحكم في كل القرارات. طب لا مركزية الإدارة، المركز الرئيسي بيحدد الموازنة وبياخد النتائج وبس، باقي القرارات المدير بتاع الفرع هو اللي بيتخذها. طيب دلوقتي استخدم مركزية الإدارة ولا لا مركزية الإدارة؟ قال لي الدراسات النظرية، العلماء كده اللي كتبوا نظريات قالوا ان لا مركزية الإدارة افضل، ان المركز الرئيسي يحدد بس الموازنه وياخد النتائج، ده افضل من الناحيه النظريه، ده افضل. ليه؟ لان هنا هيبقى المدير حر في اتخاذ القرارات، فهيساعد المدير انه يبقى مبدع ويبتكر في الشركه بتاعته او في الفرع اللي هو موجود فيه. طب مركزيه الاداره، ده الطريقه دي من الناحيه العمليه لان هي الافضل، يبقى نظريا لا مركزية الإدارة أفضل. طب من الناحية العملية بقى على أرض الواقع، مركزية الإدارة هي اللي أفضل، إن المركز الرئيسي هو اللي ياخد كل القرارات. طيب إحنا بقى نختار مركزية الإدارة ولا لا مركزية الإدارة لما نعمل كده إيه شركة متعددة الجنسية؟ طيب قال لي هتختار مركزية إدارة أو لا مركزية الإدارة، أو طبعا إحنا قلنا لا إن مركزية الإدارة أفضل من الناحية العملية، فده اللي هنطبقه مركزية الإدارة. طيب اللي بيثبت لنا كده إيه بقى؟ قال لي هثبت إن مركزية الإدارة أفضل من خلال بعدين. البعد الأول اللي هو التدفقات النقدية، سواء تدفقات نقدية داخلة أو خارجة، بس إحنا اللي هنقول التدفقات النقدية الخارجة. طيب زي إيه التدفقات النقدية؟ عندي زي المشتريات، أو المشتريات اللي هي مستلزمات الإنتاج، أو معدل، أو خلينا نقول الفوائد، دي تدفقات خارجة برضو، والضرائب تدفقات خارجة. طيب وتاني حاجة هنحكم بيها برضو نستخدم مركزية ولا لا مركزية، هي حركة الأموال أو الاستثمار. جميل. طيب طبعا كل ده هنلاقي في السكشن الثاني برضو، متصور في السكشن الالكتروني، هنلاقي ده مشروح مشتريات فيه مثال كامل بالارقام على المشتريات. مش معنى كده ان المثال ده هيجي لك في الامتحان او يجي لك كشكل مساله ويقول لك جاوب على الاسئله، لا، لكن ضروري جدا تكون ان انت بس سمعت المثال ده او شفت المثال ممكن يجي ازاي، ده بيثبت لك ان عمليه المركزيه افضل بالنسبه ايه للمشتريات او للمستلزمات الانتاج. لما اجي اشتري مستلزمات الانتاج بتكون المركزيه هي الافضل. طيب نيجي للمشتريات، فمثلا احنا قلنا الشركه بتاعتنا ليها اكتر من فرع في اكتر من دوله، فليا فرع مثلا في الدوله الف، وفرع في الدوله ب، وفرع في الدوله ج. لما كل الفروع دي عايزه تشتري بقى المواد الخام او مستلزمات الانتاج، فهلاقي لو انا مستلزمات الانتاج في الدوله، في الفرع الشركه اللي في الدوله الف بتتباع مثلا ب 20 دولار، ماشي، الوحده الواحده بتتباع ب 20 دولار. طيب والوحده الواحده من مستلزمات الانتاج نفس هي مثلا انا محتاج هنا اسمنت، الاسمنت ده الشكاره مثلا في الدوله الف او في فرع الشركه اللي في الدوله الف، الاسمنت فيها بيتباع في الدوله الف دي ب 20 دولار. طيب الدوله ب هي رفره محتاجه شكاره اسمنت، طيب شكاره الاسمنت في الدوله ب بتتباع بكام؟ هلاقي في الدوله ب سعرها مختلف، مثلا بتتباع ب 30 دولار، نفس وحده الانتاج، نفس مستلزمات الانتاج. طيب وفي الدوله ج بتتباع الشكاره مثلا ب 40 دولار. طيب لو انا هنا انا عندي فرع في الدوله الف، وفرع في الدوله ب، وفرع في الدوله ج، كل فرع فيهم علشان ينتج محتاج شكاره اسمنت. جميل. طيب
هنا مستلزمات الانتاج او شكاره الاسمنت بقى دي ب 20 وهنا ب 30 في الدوله ب وفي الدوله ج بتتباع ب 40. لو احنا بنتبع لا مركزيه الاداره يعني كل فرع مسؤول عن نفسه، هو اللي بيوفر احتياجاته وملوش علاقه بالمركز الرئيسي، كل فرع هو اللي بياخد قراراته. هنلاقي ان الدوله الف هتشتري الشكاره ب 20 دولار والدوله ب او فرع الشركه اللي في الدوله ب هيشتري الشكاره ب 30 دولار وفرع الشركه اللي في الدوله ج هيشتري الشكاره ب 40 دولار. يبقى المركز الرئيسي في اخر السنه كده لما نديله النتائج الماليه اللي هو حققها هنلاقي ان هو دفع كام مستلزمات انتاج لكل الفروع؟ 90 دولار. طيب ده كده لو احنا لا مركزيه الاداره. طيب لو اتبعنا بقى مركزيه الاداره يعني فرع الشركه اللي فرع الشركه اللي موجود في الدوله الام او المركز الرئيسي هو اللي بياخد كل القرارات. فلو احنا لا مركزيه الاداره هنلاقي ان المركز الرئيسي بقى هو هيقول لي خلاص انت عندك اقل دوله بيتباع فيها الشكاره كام؟ هي انهي دوله؟ هي الدوله الف. جميل، يبقى فرع الشركه اللي في الدوله الف يشتري شكاره الاسمنت من عنده. طيب والدوله ب والدوله ج هنشتري لهم احنا من الدوله الف بالسعر المنخفض ده وهندي لهم الشكاره. يبقى هشتري لهم من هنا وادي له مستلزماته واشتري من هنا وادي له مستلزماته، فهبقى اتحملت تكلفه قد ايه؟ هبقى اشتريت للدوله دي ب 20 ودي ب 20 ودي ب 20، هتبقى التكلفه كلها 60 دولار. يبقى التكلفه مشتريات او مستلزمات الانتاج برضو لقيتها اقل، يبقى عمليا مركزيه الاداره هي الافضل. طبعا في مثال بقى اكثر ايه توسع موجود عندكم في السكشن الثاني. جميل، نفس الكلام الفوائد. فانا لو عندي اكثر من دوله مثلا اكتر من فرع في الشركه بتاعتي موجود في الدوله ا والدوله ب والدوله ج، الدوله ا معدل الفوائد فيها 15% على الاقتراض، الدوله ب 20%، الدوله ج 10%، يبقى 15 و20% و10%. طيب والدوله اللي هي عندها نسبه الفوائد 20% دي عايزه تاخد قرض. طيب لو احنا لا مركزيه يبقى الدوله دي عايزه تاخد قرض ونسبه معدل الفايده ب 20% يبقى تاخد القرض وهتدفع عليه فايده 20%، يبقى تدفع فوائد كتير. طب لو احنا بقى مركزيه اداره، المركز الرئيسي هو اللي بياخد كل القرارات، هيخلي فرع الشركه اللي موجود في الدوله ج اللي هي اقل معدل فايده فيها اللي هو كان 10%، دوله ج هتاخد القرض من عندها في الدوله وهتدي القرض ده للدوله اللي فيها نسبه الفوائد عاليه. يبقى احنا كده خدنا او استفدنا بنسبه الفوائد الاقل. طيب وبالتالي برضو نفس الكلام الضرائب، وهنلاقي مثال موحد على الفوائد والضرائب موجود في السكشن الثاني. طيب يبقى بس احنا نقول عمليا مركزيه الاداره هي الافضل سواء بالنسبه للمشتريات مستلزمات الانتاج او الفوائد او الضرائب. نيجي بقى لحركه الاموال او الاستثمار. ايه هي حركه الاموال او الاستثمار؟ لما يجي شركه قال لي في شركات بتستثمر فلوسها محليا وشركات بتستثمر فلوسها دوليا، في شركات متعدده الجنسيه مثلا او استثمارات اجنبيه. طيب الشركات المحليه لما بستثمر فلوسي محليا بيبقى الهدف بتاعي هو زياده الربحيه او تحقيق الربحيه. طيب لما اشتغل بقى على المستوى الدولي هنلاقي الشركات متعدده الجنسيه عموما او اللي بتشتغل في المجال الدولي. طيب يبقى احنا دلوقتي لما الشركات بقى اللي بتشتغل او عايزه تشتغل في المجال الدولي بتبقى عايزه تحقق حاجه اسمها قياده السوق. طيب قياده السوق يعني ايه بقى نحقق قياده السوق دي؟ يعني لما بقى شركه قائده في السوق يعني انا بيبقى ليا اكبر حصه سوقيه، انا اللي بيبقى بقدر احقق اكبر ربح، انا اللي بقدر احدد سعر المنتج ده بيتباع ازاي وبقيت الشركات التابعه هي اللي بتقلدني. يبقى انا شركه قائده بحدد سعر بيع المنتج، انا اللي بعمل تطويرات وتحسينات الاول في المنتج ده، انا ليا اكبر حصه سوقيه، يبقى كده انا شركه قائده في السوق. طب ازاي اقدر ابقى شركه قائده في السوق؟ قال لي من خلال استراتيجيات اسمها استراتيجيات التكامل. والتكامل ده ممكن يبقى تكامل افقي او تكامل راسي للامام أو تكامل رأسي للخلف. طيب هناخد المعنى الثلاثة إيه؟ طيب إحنا دلوقتي شركة أهو، الشركة بتاعتنا بتاعت شركة سيارات بنصنع عربيات. طيب علشان نقدر نصنع العربيات محتاجين إيه؟ لمصادر توريد
تديني المواد الخام اللي هقدر اصنع بيها العربيات، يبقى انا محتاج مصادر توريد. طيب صنعت العربيات افضل شايلها عندي في المخازن ولا اديها لموزعين يبيعوها؟ يبقى هروح كده اودي العربيات دي لمنافذ التوزيع يسوقوا لي العربيات دي ويبيعوا العربيات. طيب الشركة بتاعتي لو عايزة تبقى شركة قائدة في السوق، ممكن بقى هي بنفسها تتحكم في مصادر التوريد، تشتري مصادر التوريد. الشركة اللي بتورد المواد الخام انا هشتريها. طب لما اشتريها هنا هتستفاد ايه؟ انت شركة دلوقتي موجودة في السوق وموجود معاك كمان شركات منافسة، شركة مثلا الف والشركة ب بينافسوا الشركة بتاعتنا، وبرضو بياخدوا مواد خام من مصادر التوريد دي علشان هم كمان يصنعوا المنتجات. طب لو انا عايز ابقى القائد في السوق، انا ممكن اشتري مصادر التوريد بحيث احبس كده المواد الخام عن المنافسين دول، انا بس اللي يبقى معايا مواد الخام، فبقى انا الشركة القائدة في السوق. يبقى ده بسميه تكامل اهو، دي علاقة ايه؟ رأسية اهي، بس تكامل رأسي للخلف. يبقى يعني ايه التكامل الرأسي للخلف؟ هو التحكم في مصادر التوريد. طيب دلوقتي الشركة بتاعتي برضو لما بتنتج المنتج بتبقى عايزة توزعه، طب المنافسين برضو بيوزعوا المنتجات بتاعتهم في منافذ التوزيع. طيب ممكن الشركة تمتلك او تتحكم في منافذ التوزيع فتمنع الشركات المنافسة دي من انها توزع منتجاتها، فيبقى كده ده بسميه تكامل رأسي، بس تكامل رأسي للأمام. يبقى امتى او معنى ايه التكامل الرأسي للأمام؟ اهو هو التحكم او السيطرة على منافذ التوزيع. التكامل الرأسي للخلف اللي هو التحكم في مصادر التوريد ممكن يبقى بطريقتين، اما الشراء الكامل للمورد، انا معايا فلوس فهروح اشتري شركة التوريد كلها. طيب الطريقة الثانية بسميها عقود شراء الاولويات، بروح للمورد، اسمها عقود شراء الاولويات، بروح للمورد ده او مصادر التوريد اقول له والله انا هعمل معاك عقد شراء أولوية. يعني إيه؟ يعني تديني كل المواد الخام اللي أنا محتاجها الأول، والباقي يبقى اديه للمنافسين زي ما أنت عايز. جميل. طيب نيجي بقى للشركات أو للتكامل الرأسي للأمام اللي هو التحكم في منافذ التوزيع، ممكن يبقى بطريقتين برضو، إما برضو أشتري منفذ التوزيع كله أو أعمل حاجة اسمها عقود المشاركة الاقتصادية. أجي الراجل اللي هيوزع لي المنتج بتاعي أقول له والله ليك على كل منتج هتوزعه لي ربح معين قدره كذا، يبقى دي سميتها شراكة اقتصادية. يبقى أنا كده شجعته إن يبيع لي المنتج بتاعي وما يبيعش المنتجات المنافسة. ده التكامل الرأسي للخلف والتكامل الرأسي للأمام. طيب النوع الثالث اللي هو التكامل الأفقي، أنا دلوقتي شركة وعندي منافسين عاملين لي قلق وبينافسوني في السوق، فممكن أشتري المنافسين دول أو أتحكم في المنافس ده، أشتريه كده وأضمه ليا، نبقى إحنا كلنا كده شركة واحدة. تمام. يبقى أنا بكبر نفسي وبنمو في السوق وبحقق القيادة من خلال التكامل الأفقي. إيه هو التكامل الأفقي؟ التحكم والسيطرة على المنافسين من خلال طريقتين برضو، إما الاندماج أو الاستحواذ. جميل. يبقى دي كده استراتيجيات التكامل. طب هنلاحظ لو إحنا عايزين نعمل استراتيجية تكامل، أنهي أنسب ليا؟ إن أنا أبقى عندي مركزية إدارة ولا لا مركزية إدارة؟ طيب في لا مركزية الإدارة، علشان أنت عندك فروع كتير وكل فرع مسؤول عن نفسه، فمش هيبقى معاك مبلغ كبير تقدر تعمل بيه استراتيجيات التكامل. استراتيجيات التكامل دي أنا هشتري مصادر توريد أو هشتري منافس توزيع أو هشتري منافس، فيبقى محتاج فلوس كتير أو تكلفة عالية جدا. طيب التكلفة دي تبقى معايا إمتى؟ لو أنا عمليا بطبق مركزية الإدارة، لأن المركز الرئيسي هو اللي بيبقى متحكم في كل حاجة ويقدر يبقى معاه المبلغ الضخم أو يوفر المبلغ الضخم اللي نعمل بيه استراتيجية التكامل. تمام. يبقى كده اتكلمنا عن مركزية ولا مركزية الإدارة أو آليات إدارة الشركات متعددة الجنسية، وخدنا جواها استراتيجية التكامل، سواء تكامل أفقي أو تكامل رأسي للخلف وتكامل رأسي للأمام. طيب جميل. نيجي بعد كده بقى خلاص. دلوقتي احنا قلنا بنقسم المنهج لنقطتين، نقطه الدراسات او العوامل اللي اثرت على الاقتصاد الدولي، الشركات المتعدده الجنسيه ومزاياها وعيوبها، واليات دراسه الشركات متعدده الجنسيه. الجزء الثاني بقى من المنهج، طبعا الجزء الاكبر ده، الثاني ده الجزء الاكبر،
اللي هو نبدا بقى قرارات دخول السوق والقرارات اللي بتسبق دخول السوق. انا عايز ادخل سوق معين او ادخل السوق الدولي. قبل ما ندخل السوق الدولي في مجموعه من الدراسات لازم نعملها. الدراسات دي قسمناها لثلاث مجموعات، يبقى هنقول كده دراسات او الدراسات التي تسبق قرارات التسويق الدولي او التي تسبق دخول السوق الدولي. ايه هي الدراسات اللي بعملها بقى قبل ما ادخل السوق الدولي او قبل ما اخد قرارات التسويق الدولي؟ طيب هنشوف ايه هي الدراسات دي. النوع الاول من الدراسات دي هي الدراسات، يبقى انا بدرس البيئه اللي انا هستثمر فيها فلوسي، تمام؟ يبقى ايه هي البيئه؟ هي كل المتغيرات اللي هتاثر عليا لما اجي اخد القرار. طب ايه هي بقى المتغيرات دي؟ قسمنا المتغيرات دي على ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى وهي دراسه البيئه داخل الشركه نفسها او داخل المنشاه. هندرس البيئة داخل المنشأة بتاعتنا. فالبيئة جوه المنشأة عندنا، احنا عندنا ايه جوه المنشأة؟ عندنا اول حاجة هندرسها هم الملاك بتوع الشركة بتاعتنا. الملاك دول نوعين، بقى مش لازم نكتبهم كده، سريعا نقولهم عشان نلحق ايه نخلص. طيب الملاك نوعين، نوع من الملاك عنده قدرة على تحمل المخاطر، عايز يتحمل مخاطر اعلى وفي مقابل كده يحقق ارباح عالية. احنا عارفين ان كل ما الريسك زاد كل ما الربح زاد او المكسب زاد. طيب يبقى نوع من الملاك عنده قدرة على تحمل المخاطر في مقابل تحقيق أرباح، والنوع الثاني مش عايز يتحمل مخاطر، هو عايز العائد اللي هو بياخده دلوقتي إيه يفضل يحققه. طب أنهي أنسب من النوعين دول إن إحنا نخش السوق الدولي أو ناخد قرار الدخول للسوق الدولي؟ طبعا النوع الأول اللي هو بيتحمل المخاطر أو عنده قدرة على تحمل المخاطر. تاني حاجة هندرسها داخل الشركة بتاعتنا اللي هم العاملين، وبرضو العاملين نوعين، نوع او ممكن يبقى عندي بديلين، اما العاملين اللي عندي جوه الشركه، جوه الشركه مهاراتهم الانتاجيه عاليه وكفاءتهم عاليه وعندهم ولاء وانتماء للشركه بتاعتنا، او مهاراتهم بقى منخفضه ومهاراتهم الانتاجيه منخفضه وكفاءتهم منخفضه وما عندهمش ولاء للشركه، مش عايزين يتحملوا مجهود اكتر. يبقى النوع الاول هو افضل، اللي هو عنده ولاء للشركه، يعني لو قلت له معلش هنتحمل عليك شويه او هنزود عليك ضغط الشغل بس عشان احنا هنخش السوق الدولي وناويين نحقق ارباح كتير وكده، فهو عنده ولاء للشركه فهيستحمل مجهود اكتر علشان الشركه. ده النوع الاول، فده اللي بيبقى انسب لاتخاذ قرار الدخول للسوق الدولي. طيب المجموعه الثانيه اللي هي دراسه البيئه داخل الدوله المصدرة. طيب الشركة بتاعتنا اللي هتصدر دي وهتستثمر فلوسها بره موجودة في دولة. طيب الدولة دي بقى هندرس البيئة بتاعتها، بندرس ايه بقى جواها؟ قال لي أول حاجة بندرس الحكومة بتاعت الدولة دي، تاني حاجة بندرسها المنافسة المحلية، تالت حاجة المستهلك المحلي. طيب الحكومة اللي احنا هندرسها جوه الدولة لازم ندرس القوانين بتاعة الدولة اللي احنا فيها، الدولة اللي هتصدر، فبندرس القوانين بتاعة الجمارك والضرائب، الفوائد، أسعار الصرف بتاعة الدولة دي. طيب وبندرس برضو في العنصر بتاع الحكومة القرارات الوزارية، وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الدولية، الوزارات دي، وزارة المالية، ايه هي القرارات اللي بتاخدها وهتأثر عليا؟ كل دي حاجات بدرسها. يبقى اجي في الحكومة بدرس قوانين الحكومة والقرارات الوزارية. تاني حاجة المنافسة المحلية. طيب هو مش انا ناوي ادخل السوق الدولي، انا مالي بالمنافسة المحلية؟ قال لي ما انت في عندك منافسين محليين، هم انتوا بتقطعوا بعض جوه محليا، لكن إيه لما تخرجوا للسوق الدولي ممكن تشتركوا مع بعض. زي كده لما نقول ايه، انا واخويا على ابن عمي، وانا ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. يبقى في البيت انت واخوك ممكن تقطعوا بعض مثلا على ايه، زي ما كنت بقول على ريموت التلفزيون وخناقه على الريموت. طيب لما نخرج بره البيت لو حد ضايق اخوك بكلمه، لا هتروح انت تتخانق مع الحد ده. يبقى احنا جوه محليا ممكن يبقى فيه منافسه، لكن بره هنتفق مع بعض علشان نقدر احنا الاثنين نبقى نقدر ننافس في السوق العالمي مع بعض، تمام؟ او نقدر نستمر في السوق الدولي. طيب يبقى المنافسه المحليه انا بدرس المنافسين المحليين لان ممكن اعمل معاهم تعاون في السوق الدولي. التعاون ده ممكن يكون ان احنا
نتفق مع بعض ان احنا نحدد تسعير معين للمنتجات. لو احنا الاثنين محليا بنبيع مثلا عربيات وناويين نخش السوق الدولي، فنتفق ان احنا ما نحاربش بعض محاربه او منافسه سعريه في السوق الدولي، لان مش هنقدر ننافس في السوق الدولي، ده اصعب. فنتفق على سعر معين نعرض بيه احنا الاثنين منتجاتنا. طيب يبقى ده لو انا هدرس المنافسه بتاعه في المحليه. طيب المنافس محليا برضو ممكن اعمل زي ما قلنا نحدد سعر، يبقى ده بنسميه تنسيق سعري. تاني حاجه ممكن نقسم السوق، انا والمنافس ده بنتنافس محليا، بس لما نيجي نخرج في